السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرب فرنسا ديشام يقدم هدية للجمال بالماضي، يا ترى ما هي هذه الهدية؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. تحية الجزائر وأهلها، وتحية كبيرة لمتابعين قناتي يوميات شادي العموري وكل من يرى هذا الفيديو. يتواصل التنافس بين الاتحادين الجزائري والفرنسي لكرة القدم عن المواهب الكروية التي تحمل الإزدواجية في الجنسية، إذ هناك عديد من نجوم الجزائريين يدافعون عن ألوان منتخب الديوك، في حين رأى آخرون أن مستقبلهم مع الخضر، من بينهم أمين غويري مهاجم فريق نيس الفرنسي، إحدى أبرز المواهب التي تنافس عليها المنتخبان في السنوات الأخيرة. لكن يبدو أن هذا اللاعب أمسي بعيدا عن تمثيل منتخب الديوك وفقا لتقارير إعلامية فرنسية، حيث كشف موقع أفريكا يونيتد يوم الأربعاء نقلا عن الإعلام الفرنسي أن المدير الفني لمنتخب فرنسا أبطال العالم ديدي ديشان أخرجه من مفكرته، حيث لم يقتنع بما يقدمه خاصة في الموسم الماضي. ومع بداية هذا الموسم، طبعا ما نقوله هذه من مواقع رسمية أخواني وأخواتي، هذا ما نقوله جميعها من مواقع رسمية، طبعا هذا الذي نبحث عنه وهذا الذي ننقل هذه الأخبار جميعها. طبعا هناك حيث اكتشف موقع أفريكا يونيتد يوم الأربعاء نقل عن الإعلام الفرنسي أن المدرب الفني لمنتخب فرنسا أبطال العالم ديدي ديشان أخرجه من فكرته، حيث لم يقتنع بما يقدمه خاصة في الموسم الماضي. ومع بداية هذا الموسم، ليكون بذلك ديشان قدم هدية لمدرب محاربي الصحراء جمال بالماضي، وسبق له أن دافع عن منتخب فرنسا في جميع فئاته السنية. وبعد تراجع مستواه في الأونة الأخيرة، جعل المدرب الفرنسي ديشام يغير وجهته صوب لاعب آخر، خاصة وأن منتخب فرنسا مقبل على كأس العالم، مقبل على كأس العالم للدفاع عن لقبه. أتمنى من أخواني وأخواتي إذا أعجبكم هذا الفيديو وضع اللايك والاشتراك في القناة، وبانتظار آرائكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.